الجميلات هن القويات يأس يضيء ولا يحترق. الجميلات هن النساء القويات اللواتي رفضن واقعا مريرا واتخذن من النضال راية وهوية وطريقا يفضي إلى عيد. ففي عام 1956 خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كنا يجبرن على العمل في ظلها، ما دفع الشرطة إلى التدخل لفض المظاهرات بطريقة وحشية. المسيرة التي فضت نجحت رغم فشلها بالاستمرار لعدة ساعات، ما دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية. وفي 8 آذار عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر مرة أخرى في شوارع مدينة نيويورك، وهن يحمل قطعة من الخبز اليابس وباقات من الورود في حركة احتجاجية تحت شعار خبز وورود للمطالبة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع في الانتخابات والترشح لمختلف مناصب الدولة. مظاهرات الخبز والورود كانت وراء تشكل حركة نسوية عالمية تعنى بحقوق المرأة، ودفعت هذه الحركة نحو إقرار 8 آذار كيوم للمرأة الأمريكية تخليدا لمظاهرات مدينة نيويورك، وضغطت نحو إقراره أوروبيا، غير أن تخصيص هذا التاريخ كعيدا عالميا لم يتم إلا عام 1977، إذا هو يوم للمرأة بلا مستحضرات تجميل وبلا مستحضرات مطبخ، يوم يحتفل فيه عالميا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية للنساء، رغم افتقار كافة النساء لهذه الحقوق ولو بدرجات متفاوتة. مساكم الله بالخير والسرور، نرحب فيكم اليوم في مؤتمر المرأة الكويتية تحديات وإنجازات. وكل عام ونساء العالم والوطن العربي بخير، وإحنا على الرغم من التحديات وعلى الرغم من الصعوبات إلا أن نسبة تمثيل النساء في القطاع الحكومي يعتبر فوق 60%، ولا زال ملف تمكين المرأة في الكويت أن نسبة تمكين المرأة في المناصب القيادية لا زال 21%، فإحنا نسعى إن شاء الله أن تكون نسبة تمكين النساء بشكل أفضل، خاصة أن هذا الملف بالذات يمثل أحد أولويات برنامج عمل الحكومة. في البداية اليوم راح يكون مؤتمرنا عبارة عن 3 جلسات. الجلسة الأولى راح أقدمها أنا لكم اللي هي إنجازات المرأة الكويتية في شتى المجالات. الجلسة الثانية راح تقدمها الأستاذة منى الأربش رئيسة المجلس الأعلى لحقوق المجتمع اللي هي تمكين المرأة الكويتية بين الواقع والطموح. الجلسة الثالثة راح تقدمها الأستاذة علياء بهبهاني رئيسة مركز المرأة. راح أرحب بالأستاذة منى الأربش رئيسة المجلس الأعلى لحقوق المجتمع، تفضلي وياي. السلام عليكم، مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا فيكم في جمعية المحامين الكويتية، السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، السادة الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات، الحضور الكرام. بمناسبة يوم المرأة العالمي ارتئينا اليوم في جمعية المحامين كأحد جمعيات النفع العام المهنية أن نعقد هذه الندوة، وكما عودتنا جمعية المحامين منذ تأسيسها بإنشاء مركز المرأة بشكل مستمر ودعمه المستمر للمرأة في كل المجالات يتمثل في هذه الندوات والفعاليات التي تمكن المرأة تمكين حقيقي، ونضع يدينا على كل الثغرات القانونية اللي من شأنها أن تعرقل مسيرة المرأة ونجاحها. ومن هذا المنطلق ومن بيت القانون نقدم مقترحات بقوانين تمكن المرأة في المجالات العديدة. بالطبع اليوم يمثل يوم عظيم لكل النساء بكل مختلف أوجه الحياة. اليوم المرأة وصلت المناصب عديدة، وصلت قاضية، وصلت رياضية، محامية، طبيبة، دكتورة، كل المهن
وأيضا الأم العظيمة اللي تربي الأجيال أعظم تربية. اليوم إحنا ارتئينا أن نعقد هذه الفعالية كمؤتمر يسلط الضوء على نساء منجزات ملهمات لغيرهم، وأيضا نسلط الضوء على المعوقات اللي تواجهها النساء في الوصول لأعلى المناصب سواء القيادية أو السياسية أو الاجتماعية أيضا. وأيضا ننتهي في الجلسة الأخيرة لنسلط الضوء على التمكين الحقيقي في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي. نرحب فيكم وشكرا لحضوركم، ونتمنى لكم الاستفادة من هذا المؤتمر. وبالختام سنخرج في توصيات من المتحدثين الأفاضل ننشرها إن شاء الله ونقدمها أيضا للمختصين ليعملوا بها. شكرا لكم. شكرا للأستاذة منى الأربش على هذا التقديم. أرحب معي بالأستاذة علياء بابهاني، رئيسة مركز المرأة في جمعية المحامين. السلام عليكم جميعا، أرحب بالحضور الكريم. في ذكرى يوم المرأة العالمي 8 مارس، نود أن نبارك للمرأة بشكل عام والمرأة الكويتية خاصة على نجاحها وقوتها وشجاعتها وقدرتها على تحدي الصعاب وأداء دورها على أكمل وجه بعد مرورها بأحد أصعب التحديات العالمية واستمرارها في تحقيق الإنجازات على جميع المستويات والأصعدة. في خضم الأحوال الحالية وجائحة كورونا التي اجتاحت العالم بدون سابق انذار، وقوفها شامخة، تحملها للمخاطر المحتملة، عملها من ضمن الصفوف الأمامية في مجال الطب والصيدلة وميادين العمل المختلفة بالهندسة والتكنولوجيا والإعلام والقانون والقضاء والنيابة العامة والسياسة الاجتماعية والشرطة والرياضة وريادة الأعمال، لا سيما دورها الأهم في تحقيق الاستقرار والأمان النفسي لأسرتها ومجتمعها. بارك الله في أمهات وسيدات الكويت وحفظهم الله من كل مكروه. نرحب بكم جميعا في مؤتمر المرأة الكويتية إنجازات وتحديات. شكرا للأستاذة علياء بهبهاني، رئيسة مركز المرأة في جمعية المحامين الكويتية. وبدوري الحين أرحب في الضيوف اللي مشاركين معنا بالجلسة الأولى. الدكتورة فتوح الرقم، تتفضلين معي، والأستاذة بلسم الأيوب، تفضلي وياي. والأستاذة منوعة. راح أعرف بالدكتورة فتوح عبد العزيز الرقو، رئيسة منظمة مهندسي الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، مدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، باحث علمي ومدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في مركز أبحاث الطاقة والبناء بمعهد الأبحاث العلمية، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت، ماجستير في هندسة الميكانيكية من جامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة، الماجستير في هندسة الفضاء والدكتوراه من جامعة فلوريدا. تشغل الدكتورة الرقم حاليا منصب رئيس منظمة مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة، وهي حاصلة على شهادات اعتماد متعددة في إدارة تدقيق الطاقة. حصلت على عدة جوائز محلية إقليمية وعالمية، منها جائزة مهندس الطاقة لعام 2008 من جائزة الإمارات للطاقة، جائزة المهندسة العربية المتميزة لدولة الكويت لعام 2016 من اتحاد المهندسين العرب، كما أنها حاصلة بالمشاركة على براءات علمية ولها منشورات علمية في مجال تخصصها. السلام عليكم جميعا. بداية أحب أن أرحب فيكم وأشكركم على دعوتي للمشاركة. إخواني وأخواتي الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أنضم إليكم اليوم في مؤتمر المرأة الكويتية إنجازات وتحديات، والذي ينظمه مركز المرأة بجمعية المحامين الكويتية، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.
إن تواجدنا معاً في الحدث لهذا اليوم ومن خلال مشاركتنا كفتيات وسيدات ضمن محاور مختلفة تستعرض الإنجازات والتحديات التي تواجهها المرأة بشكل عام والمرأة الكويتية بشكل خاص، بالإضافة إلى تمكين المرأة بين الواقع والطموح، سيوضح لنا ما وصلنا إليه وما سيمكننا عمله لخلق مجتمع متوازن نعمل فيه جميعاً كأفراد حسب كفاءاتنا وقدراتنا. يعتبر اليوم المرأة اليوم العالمي للمرأة عطلة عالمية يتم الاحتفال فيها سنوياً في 8 مارس لإحياء ذكرى الإنجازات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة. وأود أن أشير إلى أنه تم الاحتفال بيوم المرأة لأول مرة في مدينة نيويورك في 28 فبراير في عام 1909. ومن بعد ذلك اليوم ألهم هذا الاحتفال دول أخرى في العالم، ومن ثم تبنته الأمم المتحدة في عام 1977. ومنذ ذلك الوقت تعلن الأمم المتحدة كل عام عن موضوع خاص لهذا اليوم، ففي العام الماضي كان الموضوع هو المرأة في القيادة، تحقيق مستقبل متساوي في عالم كوفيد-19. ويدور محور الاحتفال لهذا العام حول المساواة بين الجنسين من أجل غد مستدام، حيث يحدث تسليط الضوء على مساهمة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم التي يشاركن في مجتمعاتهن، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والاستجابة له من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. اسمحوا لي أن أشارككم ببعض الحقائق التاريخية والتي يمكن أن تجعلنا أكثر تقديراً لما حققناه كنساء في مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات بشكل عام. مجال الهندسة ابتدأ لخدمة الحروب وقطاع الجيش، ولذلك لم يسمح للنساء بالانضمام لهذا التخصص، وكان من أول التخصصات هو تخصص الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية. وللعلم كانت أول امرأة تحصل على شهادة الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية هي إليزابيث براغ، أول امرأة تحصل على شهادة تخصص الهندسة المدنية، حصلت عليها في عام 1876 من جامعة كاليفورنيا بيركلي. في ذلك الوقت كانت الجامعات اللي هي في الناحية الغربية أكثر انفتاحاً من الجامعات في الناحية الشرقية في الولايات المتحدة، وحصلت على شهادتها بعد 52 عام من إنشاء أول معهد يدرس الهندسة لغير العسكريين، واللي هو معهد اللي هو رينسلير بوليتكنيك إنستيتوت. يعني تخيلوا بعد 52 عام حصلت أول امرأة على شهادة تخصص في الهندسة الميدانية، على العلم أنها كانت تشارك أثناء الحروب في بعض الوظائف المهنية والخاصة بالهندسة. في القرن 19 للقبول في الجمعيات المهنية وللحصول على العضوية المهنية كان المتطلب الأساسي هو الحصول على درجة علمية رسمية من مؤسسة تعليمية معتمدة، ومع ذلك لأنه لم يسمح للنساء بالالتحاق في هذه المؤسسات التعليمية كمعاهد وجامعات، فكان من النادر أن يسمح للمرأة للانضمام إلى هذه الجمعيات والنقابات المهنية أو الحصول على العضوية الكاملة لها. ولكن مثل ما احنا شايفين اليوم الكثير من النساء يحتلن المراكز العضوية، وبعض النساء أيضا يتقلدن مناصب رئاسية في هذه الجمعيات المهنية. ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فإنه على المستوى العالمي تمثل النساء 28% فقط من خريجي الهندسة، ويمثلن نسبة 33% من الباحثين العلميين، ويحصلن على تمويل بحثي أقل من الرجال، والذي أثر أيضا على ترقيتهم. في القطاع الخاص أيضا تقل مشاركة المرأة في المراكز القيادية في الهيئات والشركات والوزارات ومجالس الإدارة، بالإضافة للأدوار الفنية في الصناعات التقنية. يمكن البعض يشاركني هذه الذكريات أيام لما كنت أنا بالجامعة أو لما تقدمت لجامعة الكويت، في بعضكم كثير صغار، إنزين بذيك الوقت اللي هو بالثمانينات أوائل التسعينات، كان علشان تقدم أي بنت حق الجامعة
لازم تكون نسبة النسبة اللي حصلت عليها في الثانوية أعلى من تلك للولد، ولكن تغير ذلك بسبب في واحدة أعتقد صار عندها مشكلة بكلية الطب فتغير القانون. فيعني لما أنا متخرجة من الجامعة أنا وزوجي من كلية الهندسة الميكانيكية، لما أنا انقبلت أنا محصلة على نسبة أعلى منه في وقت القبول. فيعني هذه أمور بس الواحد يستذكرها عشان يقدر شنو اللي إحنا وصلنا لليوم. بعض هذه الأمور والتحديات تغيرت، وبدأت دول عامة في الاهتمام بتمكين المرأة، وأدركت أهمية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار لما فيه فائدة على المجتمع. ففي الكويت تقلدت المرأة بعض المناصب الرفيعة مثل أول مديرة جامعة الوطن العربي، مندوبة دائمة ورئيسة بعثة هيئة الأمم المتحدة كأول عربية ومسلمة في هيئة الأمم، عضو منتدب بالأوابك، وأخريات أيضا تقلدن مناصب عديدة كوكيلات وزارة ووزيرات. لكن الأعداد ما زالت قليلة لمن يمثلن نصف المجتمع الكويتي. إنني أعمل في معهد الكويت الأبحاث العلمية منذ تخرجي من جامعة الكويت بتخصص الهندسة الميكانيكية. منذ أن تم إنشاء المعهد في عام 1967 بعد 49 سنة تقلدت امرأة منصب مدير معهد الكويت الأبحاث العلمية، هي دكتورة سميرة سيد عمر، وهي من إحدى الباحثات الحاصلات على أعلى درجة علمية في المعهد. يعني على الرغم من تميزها علميا لم تحصل على هذا المنصب قبل أقرانها من الرجال. إن التحاقي في مجال الهندسة الميكانيكية وانخراطي في العمل في مجال أبحاث الطاقة لم يكن بالأمر السهل، لكن بالمثابرة والإصرار والتمكين من المرشدين ومساندة الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى اقتناء الفرص والانضمام إلى الجمعيات المهنية والاستمرار في التعليم والتدريب، تمكنت من تحقيق الكثير في مجال عملي، الأمر الذي سخر لي التميز في مجال تخصصي محلياً وأقليمياً وعالمياً. إن تقلدي لمنصب رئيس منظمة مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية جاء نتيجة لعمل دؤوب على مدى 22 عاماً من التحاقي في هذه الجمعية. ففي هذا العام أترأس منظمة تضم في عضويتها ما يفوق 18,000 مختص في أمور الطاقة، 30,000 مهني معتمد، وهم يمثلون أكثر من 100 دولة من دول العالم. اختياري لهذا المنصب كأول امرأة عربية مسلمة ورابع امرأة في تاريخ الجمعية والتي أنشئت في عام 1977 ما هو إلا دليل على إيمانهم بكفاءة وأهمية دور المرأة في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة. أيها الحضور الكريم، علينا أن ندرك أن التمثيل الناقص للمرأة يعيق الوصول إلى الحلول الشاملة والمستدامة لمشاكلنا الحالية، وبالتالي علينا كنساء أن نؤمن بقدراتنا الحقيقية، ودعونا نحاول أن نوسع إمكانياتنا. إخواني وأخواتي، يجب أن لا ننسى ما كان عليه حال النساء في المجتمعات في السابق وما وصلنا إليه اليوم، والاستمرار تحقيق التقدم في دعم مساهمات المرأة في بناء المجتمعات، فإنه لابد أن نمد يد العون للفتيات وأن نساهم في تمكينهم وخلق الفرص لهم. أدعوكم جميعا أن نعمل معا كأفراد بوجه عام، وكفتيات ونساء بوجه خاص، على دعم بعضنا البعض، وأن نسعى للتميز وتطوير القدرات، وأن نطالب بتمكين الأفراد نساء ورجالا بناء على إنجازاتهم وتميزهم لا على جنسهم. وعلينا أن نستشعر محور هذا العام ليوم المرأة، فالغد المستدام يعني أن نعي أهمية الثروات الطبيعية في حياتنا اليوم وحياة أجيال المستقبل. شاكرة لكم حسن استماعكم، وعسى أن يوفقنا المولى القدير في خدمة وطننا الحبيب والعالم أجمع. شكراً للدكتورة فتوح عبد العزيز الرقم، وإلى مزيد إن شاء الله من الإنجاز والإبداع إن شاء الله والتميز. ننتقل الحين لضيفتنا الثانية الأستاذة بلسم الأيوب، لاعبة مبارزة منذ عام 1995 وعضو مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي. راح بس أعرفكم على نبذة الأستاذة بلسم. تمثل الأستاذة بلسم الأيوب نموذج ناجح ومعاصر للمرأة والرياضة في دولة الكويت منذ أن بدأت كلاعبة مبارزة في عام 1995 إلى أن أصبحت
عضو مجلس إدارة أحد أنجح وأكبر الأندية في الكويت. تمثل بلسم الأيوب نموذج ناجح ومعاصر للمرأة والرياضة في الكويت منذ أن بدأت كلاعبة إلى أن أصبحت عضو مجلس إدارة، وهي تعمل من خلال مشاريع ومبادرات في تفعيل مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات في المجال الرياضي، والعمل أيضا لمنح المرأة الفرصة في الإدارة والقيادة الرياضية إلى جانب الرجل. من خلال عملها توجه بلسم الأيوب رسائل مستمرة مفادها أن للمرأة القدرة على الإبداع والتميز في أي مجال تجد شغفها فيه. فلتتفضل معي الأستاذة بلسم الأيوب. مساء الخير جميعا، شكرا لدعوتكم وشكرا لهذا المؤتمر الجميل اللي سلط الضوء على إنجازات المرأة الكويتية وتميزها والتحديات أيضا. فخورة اليوم أن أكون مع الأستاذة فتوح الرقم وزميلتي وأختي منوى الشمري والسيدات جميعا اللي موجودين والسادة أيضا. طبعا إذا بتكلم عن التحديات أو القصة اللي أنا مريت فيها كامرأة كويتية في حياتي، راح أتكلم من تحدياتي وأنا طفلة صغيرة لما كنت بنت عمري 7 سنوات أو 8 سنوات. بديت أفهم أن يعني أنا أقدر ألعب، أتحرك، ألعب رياضة. فما كان ما ربيت في بيئة فيها فرق بين البنت والولد، ما استوعبت أن أنا في فرق بيني وبين الولد في ممارسة الرياضة أو في ممارسة هواياتي. لكن الصدمة كانت لما التحقت في نادي الفتاة في عام 95، وهني اكتشفت أن أنا مو مثل الولد، أن الولد يتفوق علي لأنه هو ولد بس، مو علشان أي شيء ثاني، مو علشان الإمكانيات، مو علشان القدرات، مو علشان الثقافة العامة تمنح الولد المميزات أكثر. وطبعا منو أكيد يعني عاشت هذا التحدي. فبعدها صرت لاعبة وصرت بطلة، وكان عندي أيضا هناك تحديات دراسية. كنت لا ما سقطت بحياتي في المدرسة، لكن كنت دائما متأخرة دراسيا في درجاتي يعني. وأمي طبعا يعني ما كان يسعدها هذا الشيء نهائيا، كانت يعني دائما قلقة على مستواي الدراسي. عوضت هذا التفوق بالرياضة، كنت نجمة خارج الصف في المدرسة ولم أكن نجمة داخل الصف في المدرسة. كان دائما عندي هذا يعني الحزن داخل الصف، لأن الصف ما كان يغذي شغفي وتميزي الرياضي. بعد ما تخرجت وصرت يعني قدمت على كلية التربية الأساسية لمدة 1.5 سنة، 3 كورسات، وأنا بطلة رياضية ولم أقبل. فقبلت بعد 1.5 سنة وتخرجت بعد 10 سنوات من الكلية وانفصلت 6 مرات. وأمي ما كانت سعيدة بهذا الشيء طبعاً، لدرجة أن يوم تخرجت من الكلية، تخرجت شهر 6 في 2006، شهر 10 كنت قاعدة ويا أمي بالصالة، أمي قاعدة تشرب شاي، قاعدة تسولف، وكنت حامل وقتها. فسألتني، كانت تقول لي بسم أنت تخرجتي؟ قلت لها تخرجت. كانت تقول ما شفنا الشهادة. قلت لها باكر عندك. فلدرجة أن أنا ما كانت تهمني الشهادة كثر ما يهمني أن أنا قدرت يعني استطعت أن أنا أواجه هذا التحدي، وأن أنا أقدر أكمل، وأن أنا أقدر أنجز العمل اللي أنا بدأته. في 1999 كانت نقطة تحول في حياتي، لما نظمت بطولة لأول مرة في تاريخ الكويت تصير شراكة بين قطاع خاص وحكومي، هي بطولة المبارزة، وكانت الأعلى إلى اليوم. يعني ما في بطولة صارت إلى اليوم حق الفتيات فيها 16 بنت، فكان هذا بالنسبة لي إنجاز. ولم أكن أعلم أو أفهم المسميات شنو هي. يعني أنا كنت أسوي هذا الشيء، بس أنا ما كنت أدري أن أنا كنت أمكن المرأة، ما كنت أعرف مفهوم المساواة بين الجنسين، لكن أنا كنت أعمل فيه. في 2009 بعد 10 سنوات
أخذت أنا وشقيقتي لولوة زمالة منظمة أشوكا العالمية، وهي منظمة معنية في الإبداع الاجتماعي عن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين واستخدام الأدوات، استخدام الرياضة كأداة من أدوات تمكين المجتمع. وهنا تعلمت التعريفات اللي هي تمكين المرأة، المساواة بين الجنسين، و الانتربنور الإبداع الاجتماعي. في بعد 10 سنوات من 2009، في عام 2019 صرت عضو مجلس إدارة في نادي الكويت الرياضي. فأعتقد أن رقم 9 مرتبط في يعني بحياتي بشكل أو بآخر. ما أعرف الحسبات بالضبط ولا شاطرة بالرياضيات، ولكن أؤمن بأن هذا الرقم مرتبط في قدري. لما صرت عضو مجلس إدارة في نادي الكويت الرياضي، هنا بدأ عندي تحدي من نوع آخر، أن أنا أسعى إلى التمكين، بنفس الوقت أيضا أعمل إلى جنب الرجل ليفهم ويستوعب ليش أنا أعمل في مجال التمكين والمساواة بين الجنسين. فكان وايد صعب في البداية لما أنا أتكلم مثلا نقول نسوي فرصة حق البنات أن تكون هناك في فرق في الألعاب الفردية، أن المساواة بين الجنسين، فيقولوا لي البنت أو الفتاة ماخذة يعني حريتها، يعني أنت كنتي لاعبة في النادي، ما في أحد منعش أو شيء. فأنا ما أعتبر الحالة الطبيعية، أنا أعتبر استثناء. الحالة الطبيعية هي الحالة اللي موجودة اليوم بشكل عام بالمجتمع، اللي لا تمنح الفرصة أنها تلعب رياضة لمعيار اجتماعي أو معيار ديني أو يعني المعايير اللي إحنا اليوم نشوف الجدل القائم عليها في مجال المرأة والرياضة. فيهمني اليوم كوني أنا عضو مجلس إدارة في أحد يعني أكبر وأنجح الأندية في الكويت اللي هو نادي الكويت الرياضي، وأعمل إلى جانب فريق عمل مميز أنا أفتخر فيه، وأنا فخورة أن أنا أعمل معهم، وأعتقد أن العمل معهم عزز من ثقافتي ومن قدراتي في الرياضة وفي الإدارة أيضا. أبي أضع بصمة أن أنا تجربتي ناجحة اليوم، وأن أنا أقدر أمنح الأمل للأخريات نفس منوى ونفس الـ 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 القائدات الرياضيات في المستقبل، أن هم يكونون في القيادة الرياضية وفي المجال الرياضي ويقودون الحركة الرياضية، مثل ما الأستاذة الدكتورة فتوح ذكرت أن إحنا اليوم يجب أن نتعاون ونعمل جنبا إلى جنب لتمكين الفتيات وتمكين المرأة. مهم جدا أيضا أن إحنا لا نعزل الرجل من حركة تمكين المرأة، ولا نهمشه ولا نقص عليه، لأن هو يجب أن يفهم أنه هو شريك في هذه الحياة وهو شريك في هذا النجاح. وأنا شخصيا مكنت، أول رجل مكنني هو والدي الله يرحمه، وبعدين مدربي، وبعدين أساتذتي في الكلية، وبعدين الناس اللي أنا عملت معهم في شتى القطاعات. فيجب ان احنا ايضا نضع يعني في امام نصب عيوننا ان الرجل شريك في المرأة مع المرأة، والرجل يجب ان يمنح الفرصة ان هو يتشارك في تمكينها ويفهم ليش هي يجب ان تمكن. واحدة من التحديات اللي انا اواجهها احيانا مع ولدي عدنان عمره 15 سنة، هو لا يعتقد بان في مشكلة في عدم المساواة بين الجنسين، وهو ما يعتقد هذا الشيء. ليش؟ لأنه هو يشوف والدتي، يشوفني أنا، يشوف المدرسة، يشوف الوضع الطبيعي للمرأة أنها تقدر تسوي اللي تبيه وتتحدى وتواجه وتمكن وتمكن أيضا. فهذا الجينيريشن، الجين مال عدنان ولدي، ما عنده مفهوم عدم المساواة لأنه كبر على فكر مختلف. الدور اللي أنا أبي من خلال هذه القصة اللي أنا قلتها، أن إحنا نركز على تمكين الأطفال في فهم لماذا يجب أن يكون هناك مساواة بين الجنسين، لماذا يجب أن يكون هناك تمكين للفتيات في مجالات مختلفة، ليش إحنا نستخدم الرياضة للتمكين والقيادة. فأشكركم جميعا على حسن استماعكم، وشكرا على منحي هذه الفرصة، وكل عام وكل امرأة بألف خير، وخصوصا المرأة الكويتية اللي سبقتنا وأعطتنا، ومنهم والدتي الله يحفظها اليوم موجودة معنا، وكل السيدات اللي يعني مروا في التاريخ الكويتي فتحوا الأبواب علشان إحنا اليوم نكون موجودين ونفتخر بإنجازاتنا وإنجازات الموجودين كلهم. شكرا لكم.
نشكر الأستاذة بلسم الأيوب، صراحة تجربة ملهمة وتحدي جميل. ننتقل الآن للأستاذة منوى ماجد الشمري، لاعبة المنتخب الكويتي والنادي العربي لكرة الطاولة. أسرح أعرف الأستاذة منوى. أستاذة منوى بطلة أول دوري نسائي رسمي في دولة الكويت، حاصلة على 3 ميداليات ذهبية في أول نسخة من الدوري النسائي الكويتي لكرة الطاولة، حاصلة على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في جميع المنافسات الفردي والزوجي والفرق على مستوى الخليج والعرب. أول شيء السلام عليكم، معاكم أختكم منوى الشمري. طبعاً نتوجه بشكر لجمعية المحامين الكويتية إن هي تعطينا هذه الفرصة وهذا الشرف إن إحنا نمثل المرأة في هذا اليوم. في البداية أتوقع كل لاعبة أو كل رياضية قصتها تشابه قصة الأستاذة بلسم الأيوب بشكل أو بآخر. بالنسبة لي أنا في البداية يعني أسرتي كانت داعمة لي جدا رياضيا، لكن عندهم تحفظ بشكل ما أن أنت كإنسانة رياضية ما راح تحصلين شيء من الرياضة. في يعني إحنا نتكلم بصراحة بدولة الكويت الرياضة ما راح توكلك خبز، هذه أول كلمة كانت تنقال لي من كنت صغيرة، لكن أنا فيني عناد وإصرار أن أنا راح أسوي شيء. طبعًا لأن في وقتها لما أنا كنت صغيرة ما كانوا ماخذين رياضة المرأة بشكل جدي، فكنت أي رياضة أتوجه لها وأبي أطلع هذه الطاقة اللي فيني، يعني كنت أنحاش من الحصص بصراحة علشان أقدر ألعب كرة سلة أو أي لعبة نقدر نمارسها في المدرسة. والحمد لله يعني كنت أحقق في كل رياضة أمارسها، محبة يعني لجميع أنواع الرياضة سواء كرة سلة سواء سباحة، ومحققة فيهم ميداليات، وأركب خيل ووايد رياضات وكرة قدم بشكل خاص طبعا. فوصلنا يعني العناد وصل فينا لين كبرنا، يعني كنا قبل لا يتأسس الاتحاد أو الفرق النسائية بشكل رسمي بدولة الكويت كنا نسوي تقسيمة وكنا نلعب حتى مع الشباب عشان نثبت إن إحنا نقدر نلعب مع الشباب ونقدر نفوز على الشباب. فإصرارنا هذا الحمد لله بعدها توج إنه صار في فرق نسائية والأندية فتحت هذا الشيء وهذا المجال. طبعا كرة القدم سبقت لعبة كرة الطاولة في الدوري الرسمي، لكن احنا من 2007 انا انضميت حق اسرة نادي السالمية الرياضي. فكان المرحوم الشيخ خالد اليوسف من اول الداعمين لرياضة المرأة في دولة الكويت. طبعا الشيخة نور بنته نور خالد اليوسف كانت مديرة اللعبة في نادي السالمية، لكن بوقتها للأسف ما كان في فرق ثانية غير الأندية المركزية تعترف برياضة المرأة، فكان ما عندنا دوري محلي لأن ما في فرق ننافسها، كنا ننافس على مستوى الدول العربية ودول الخليج. والحمد لله حققنا العديد من الإنجازات، لكن كنا دائما مطلوب منا أن احنا نبذل دبل جهد الشباب عشان نبرز حتى بشكل صغير، مو لازم يكون بشكل كبير. دائما احنا مطلوب منا نضحي أكثر، يعني أنا عشان يعني حسيت أن تنفست لما نادي السالمية فتحوا فريق نسائي لكرة الطاولة ورفضت تماماً أن أنا أسافر وأدرس طب برا، أصريت أن أنا أقعد بالكويت. يعني الشغف الأول الطب، الشغف الثاني المحامات، فأصريت إصراراً أن أنا أتم بالكويت علشان أستمر في هذه اللعبة وأحقق الميداليات. فضلت الرياضة على الدراسة بصراحة، الحمد لله تفوقت في القانون وأنا خريجة جامعة الكويت بمعدل جيد جداً، لكن كان يعني لأن إحنا حاسين إن إحنا على آخر شيء بيوم بدينا نتنفس تبونا نتخرج ونروح ندرس، لا أنا كنت راح أستمر في الرياضة وإن شاء الله إن إحنا وجيلنا نكمل إنجازات الأجيال اللي سبقتنا في الرياضة. طبعا يعني الإنجازات اللي حققتها ما أقدر يعني أسهب في الميداليات الحمد لله رب العالمين، لكن يعني من أعظم الإنجازات اللي أنجزتها كانت أول ميدالية لي مع نادي السالمية، يمكن من أعز الميداليات على قلبي مع أنها كانت برونزية، بعدها حققت اللي أعلى منها، لكن هذه جدا عزيزة علي لأنها كانت في أول دورة طلعت فيها بطولة خارجية، وأنا يعني قالوا لي أن أنت مفاجأة البطولة واكتبوا عني أن مفاجأة البطولة لاعبة جديدة تحقق هذا الإنجاز. يوميا كنت أتمرن، طبعا يعني عانيت شوية صعوبة لأن أنا التحقت متأخر، كان عمري تقريبا 17 سنة وهذا عمر جدا كبير على لعبة تنس الطاولة،
ولأن كان في أصوات تقولنا من وما تقدر تحقق كبيرة وياية متأخر ما راح تقدر تطلع يعني من صفوة اللاعبات، كنت أتمرن قبل اللاعبات بساعة وأتمرن بعدهم بساعة زيادة عليهم الوقت اللي هم يتمرنون فيه، وأركز على الجانب اللياقة البدنية لحد ما قالوا لي يلا في لاعبة ناقصة كملي العدد. فلما كملت العدد فزت على كل اللاعبات، فكان صدمة بالنسبة حق النادي، وأنا أثبت نفسي وأثبت جداتي أن أنا أستحق يكون لي مكان في المنتخب الوطني وفي النادي وفي أي نادي أمثله. طبعا يعني الموسم اللي فات كان أول موسم رسمي نلعبه بالكويت كلعبة كرة الطاولة، والحمد لله يعني دائما في منافسة بيني وبين اللاعبة مريم سليمان بارون على المركز الأول على الكويت. في الموسم اللي طاف الحمد لله أثبت تفوقي وحققت الثلاث ميداليات الذهبية في جميع المنافسات في الدوري. طبعا انضميت لأسرة النادي العربي في الموسم السابق بجهود الأستاذ عدنان مشكور، أستاذ عدنان أبل، يعني أصر أن أنا أمثل النادي العربي لأنه عرباوي متعصب. فالحمد لله التحقت في أسرة النادي العربي واهتموا فينا، ونتمنى من باقي الأندية أن يوجهون اهتمامهم لجميع الألعاب. أنا ما أتكلم بس على لعبة كرة الطاولة، أتكلم على جميع الألعاب، وما نبي ناخذ خطوة لورا أن احنا نفتح اللعبة ونرد نسكرها، نفتح اللعبة ونرد نسكرها. احنا عانينا من هذا الشيء بعد ما تغير مجلس إدارة نادي السالمية، على طول أول شيء سووه سكروا الألعاب النسائية، فهذا الشيء أثر سلبا على الرياضة النسائية. لأن أنا واحدة من الناس أتكلم عن نفسي، أنا بطلت رياضة من عقب نادي السالمية 3 سنوات قعدت بالبيت، ماني قادرة أتقبل فكرة أن أنا أرجع خطوة وراء بالرياضة. إحنا ما صدقنا على الله نتنفس، فأنا ضاعت مني كذي كلية الطب وضاعت مني الرياضة، بس الحمد لله قدرنا نرجع ونثبت جدارتنا في هذا الشيء. طبعا يعني في دعم، وطبعا يعني جمعية المحامين الكويتية من أوائل الداعمين لنا كرياضة نسائية وللمرأة بشكل عام، لكن يعني الدعم الإعلامي بعده على الرياضة النسائية في نظرة المجتمع. احنا خلينا نكون واقعيين ونعيش في المجتمع، يعني نتكلم عن المجتمع بصراحة عشان نقدر نصلح اللي قاعد يصير. في ناس تنظر للمرأة ان هي لا ما يعني ما راح تنجزين بالرياضة، لوين بتوصلين بالرياضة؟ لما أنت تتكلم عن إنجازاتي بالفترة الزمنية اللي أنا لعبت فيها رياضة تعتبر إنجازات غير مسبوقة. إذا أنا أوصل حق المراكز وحق التتويج مع لاعبات بدأوا من سن 5 سنين و6 سنين فهذا يعتبر إنجاز غير مسبوق، والكويت فيها مواهب لكن تحتاج. احنا لازم ندعم هذا الشيء ان احنا نطلع اللاعبات من ايام من المدارس، نكتشف اللاعبه اللي عندها الطاقه، نكتشف اللاعبه اللي عندها الموهبه. للاسف يعني بالكويت في جهود لكن قاعد تضيع لانه مو حق الاشخاص المختصين. يعني نكون واقعيين، ما يصير انا اعطي حق مدرسه، يعني مع احترامي الشديد لكل الوظائف، يعني المدرسه اختصاصها شغله معينه. حتى انا كلاعبه كره الطاوله ما يصير تقول لي، حتى لو مارست كره القدم ما يصير تقولي روحي طلعي لاعبة موهوبة بكرة القدم. ممكن أن نظرتي تختلف عن الشخص الفني المختص في هذه اللعبة، يعني نظرتي راح تكون محدودة بشكل أو بآخر. فلما إحنا نطلع المواهب من المدرسة ما يصير نعطي هذا يعني المسؤولية على المدرسة اللي أساساً مو اختصاصها مثلاً لعبة كرة الطاولة ومو اختصاصها لعبة كرة القدم. في مدرسات موهوبين من هذه الناحية لكن إحنا نتكلم عن 10% ممكن، فهذا راح يأخرنا. وإذا إحنا ما بدينا يعني من الأشياء اللي قاعدة تعيق الإنجازات في الرياضة النسائية إن البنات يبدون بسن متأخر، على ما تكبر هي تكتشف لا أنا أحب الرياضة زين أنا بأنجز، لما تصير لها كلمتها. الأهل ما يشوفون بنتهم وين طاقتها أو وين إبداعها ويأخذونها يودونها النادي، لازم البنت بنفسها تروح، مو مثل الولد يقولش بدال لا يصير عنده وقت فراغ أنا أودي النادي. يفترض إن إحنا نظرة المجتمع تتغير ناحية المرأة وناحية البنت الصغيرة. هذا من التحديات اللي قاعدين نواجهها. والتحديات الثانية احنا لازم نبكر برياضة المرأة، لأن غالبا المرأة من تتزوج قاعد تبطل رياضة بشكل أو بآخر، قاعد تبطل عن اللعب. فاحنا لازم نكون يعني نبدأ بالبنت من الروضة، نشوف هذه البنت عندها طاقة ونوجهها حق الرياضة. لحد اليوم
في أشياء وايد تطورت بالرياضة النسائية، لكن لحد الآن إحنا قاعد نعاني حتى مساواة. إحنا ما نتكلم بالرياضة بشكل عام، الاحتراف الكلي، وما نتكلم بالأشياء هذه. إحنا بالنسبة لنا هذه أشياء فلكية، مع أنها للأسف بالدول المجاورة صارت أشياء يعني خالصة وقاعد يشتغلون عليها. إحنا احتراف جزئي كسيدات لحد الآن ما ندري شنو وضعنا فيه. فيعني الواحد يعني ما يقدر يركز لا برياضته ولا في أموره الوظيفية، وما يدري إذا بيطلع، أنا بطلع من وظيفتي بروح أجابل الرياضة، ما أدري شنو مستقبلي الوظيفي. هل لو أنا كنت موظف مثلا بالقطاع الخاص هل راح يعترفون بهالشيء أو لا؟ أنا أتكلم عن نفسي، أنا كنت موظفة بالقطاع الخاص، أنا أتوقع أن أنا شوي صعبة الإرضاء وعادي عندي أن أنا أتنقل بين الوظائف، وأنا ما أستحي من هالشيء، بالعكس أنا دائما لازم يكون عندي تحدي جديد ولازم أثبت نفسي فيه. فكان في تحدي بين ان انا اكون، انا الحمد لله عندي شهاده معترف فيها بجميع دول العالم، مدربه لياقه بدنيه وكمال اجسام. كان عندي فرصه ان انا اكون ماستر كوتش في السعوديه وادرب المدربين في هذا الشيء. اضطريت ان انا اختار بين ان انا اكون موظفه بالقطاع الخاص وبين ان انا اكون ماستر كوتش. فقلت لو كنت بس سنه واحده ابي اكون ماستر كوتش راح اتنازل عن هذه الوظيفه، وسويت هذا الشيء عشان أتمكن في الرياضة. لو كان عندنا مكان يهتم في هذه الطاقات ما كنت راح أضطر أن أنا أسافر وأتنازل عن وظيفتي. فإحنا نتكلم من باب حب، من باب ثقة أن إحنا عندنا الإمكانيات أن إحنا ننجز في الرياضة بدولة الكويت، وعندنا ناس موهوبين بالفطرة بشكل كبير وبعدد كبير بالنسبة حق عدد سكان دولة الكويت. فأتمنى الاهتمام ويعني التوجيه، بس الاهتمام للبنات الصغار في البداية عشان نقدر نوصل حق هذه الإنجازات. ويعطيكم العافية وما قصرتوا. شكرا للأستاذة منوى الشمري، صراحة تجربة كلها شجاعة وكلها شغف وكلها تحدي وإنجاز. للأمانة فخورة بكل التجارب اللي مرت علينا من الدكتورة فتوح الرقم ومن الأستاذة بلسم الأيوب ومن الأستاذة منوى الشمري، تجارب تدعونا للفخر وتدعونا نعتز في المرأة الكويتية وفي إبداعها وفي المجالات اللي تقدمها. في نقطة مهمة كنت بخليها حق الختام ونسيتها، نقطة جدا مهمة بالنسبة حق جمعية المحامين الكويتية. يعني أنا الحمد لله أفتخر جداً أن أنا من المؤسسين وأول من ترأس أول لجنة رياضة نسائية بجمعية المحامين الكويتية. نوجه لهم الشكر يعني على هذا الاهتمام، ونتمنى أن جميع يعني جمعيات النفع العام أنها تقتدي في توجه جمعية المحامين الكويتية. إلى المزيد إن شاء الله من النجاح والتوفيق. كذي نكون انتهت الجلسة الأولى اللي هي التحديات وإنجازات المرأة في شتى المجالات، والحين راح نستعرض معنا مقطع فيديو لقاية ما ننتقل للجلسة الثانية. تفضلوا.